كابتن محمود خواجه كابتني وكابتن مصر وكابتن نادي الزمالك سبعينات وثمانينات. اللي ما شافش كابتن محمود خواجه ما شافش قمه العطاء في الملعب، ما شافش لاعب بسرعات وشوتينج وبيملى الحيويه كلها في الملعب. كان بيلعب جنب كابتن فاروق جعفر وكابتن حسن الشحاته، كانوا سايبين له الدنيا كلها ولا عندهم اي هم. محمود خواجه موجود في الملعب، اذا هو اللي مغطي على الدنيا كلها. لما بيتكلموا على الهاف المدافع اليومين دول يا دوبك ما بيعديش خط النص، يعني بيسلم الكوره وخلاص. لا، كابتن خواجه تلاقيه في اليمين تلاقيه في الشمال، سريع بشكل يعني قوي جدا. غير بقى ان احنا اكتسبنا صداقه جوه الملعب وخارج الملعب. هو كان في ماتش احنا بنلعب ضد الزمالك، وانا يعني في اتنين على قلبي بحبهم جدا، محمد صلاح، كابتن محمد صلاح وكابتن خواجه. فجه كابتن خواجه شايفني متفوق على محمد صلاح شويه، فجه دافع مع محمد صلاح وجاي سبرنت بقى عليا وما اعرفش ايه، فانا لقيته جاي فرحت مفوت الكوره بينهم هم الاثنين ومعدي منهم. بص الخواجه ورا كده قلت له انت ايه اللي جايبك هنا؟ احنا مش بنتقابل بعد الماتش. سايبه وطاير بالكوره. بس هو مهما اتكلمت على كابتن محمود خواجه الاخلاق كلها ما تسمعيش حسه في الملعب، بيدي بيحب التيشيرت الزمالك ومنتخب مصر بحاجه جميله جدا. مش هنساه له طبعا الهدف الجميل اللي جابه في الجزائر، يعني شوتينج شوطه صاروخيه وده كانت عادته، يعني على طول بيكمل وبيشوط. فكان لعيب سابق عصره الحقيقه، يعني مش عشان انا صاحبه بس وبنصبح على بعض كل يوم لحد النهارده، يعني احنا اصدقاء وكل ما بشوفه بنبسط الحقيقه وفي تواصل دايما. فمنور قناه الاهلي ومنور الدنيا كلها كابتن خواجه. كتر خير، شكرا. هتقولي الترابولتا ايه؟ لا والله كلام انا اعتز بيه، وشخصيه المحترمه اللي يعني كان عيش وملح فعلا مع بعض.